Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. درسنا اليوم راح يكون تكملة للدرس الماضي. نعتذر مرة أخرى على التأخير في الدروس لأسباب شخصية. المرة الماضية كنا شفنا جدول خاص بالتصريف الأسماء أو الصفات مع الضمائر الشخصية. نعطيكم المثال فقط واحد: بان أوريت منم، أنا معلم. أوريتمان ديليم، أنا لست معلم. أوريتمان ميم، هل أنا معلم؟ أوريتمان ديل ميم، ألست معلم؟ اللي ما حضرش أو ما شافش الدرس الماضي راح موجود على يوتيوب. الآن راح نشوف أمثلة خاصة بالشي اللي شفناه المرة الماضية. كامل نعرفوها: نصصن نصصن. الجواب إيم إيم. نصلسن، كيف حالك؟ إيم، أنا بخير. سان بوغن يورغون موسون. سان بوغن يورغون موسون، يعني هل أنت متعب اليوم؟ يورغون يورغون بمعنى تعبان أو متعب. هنا في هذا الحالة صرفنا كلمة يورغون، يعني وضعناها في حالة السؤال: هل أنت تعبان؟ هاير يورغون ديليم. هاير، لا يورغون ديليم، أنا لست متعب. أوتش مسنز. أوتش مسنز، يعني هل أنت جوعان؟ أوتش أوتش مسنز. هنا طبعا استخدمنا يعني صرفنا مع الضمير سيز، يعني أنتم. أنا طبعا إذا كنت نتكلم مع شخص كبير عليا أو نتكلم معه بصفة رسمية. إيفيت تشوكاتشز. نارديسينز نارديسينز، أين أنتم؟ نارديسين، أين أنت؟ نارديسينز قلنا صرفناها مع سيز، إما يكون مجموعة أو شخص نتكلم معه بصيغة رسمية. إسطنبول دايز، مثلا نجاوب ونقول إسطنبول دايز، نحن في إسطنبول. إسطنبول، شوفوا دائما لما يكون عندنا أسماء علم سواء اسم شخص أو اسم مدينة أو اسم بلد، اللاحقة اللي تتبعوه لا تكتب مباشرة مع هذاك الاسم، نوضع الفاصلة من فوق، تمام؟ مثل ما هو واضح في الشاشة. إسطنبول دا، في إسطنبول، ومن بعد نحن، لاحقتها لاحقة بيز هي أز. قلت اللي ما شافش الدرس يشوف الفيديو الماضي موجود على قناة كنزة تركيش في اليوتيوب. هنا بما أنه دا يعني حرف الجر دا انتهى بحرف صوتي ولاحقة بيز تبدأ بحرف صوتي، فوضعنا حرف الحماية ي، تمام؟ إسطنبول دايز. أبت أونلار إفلي. أبت أونلار إفلي، نعم هم متزوجون. أونلار إفلي. سان إنجليز ديل مسن. Sen İngiliz değil misin? Hani بالنسبة ل evet onlar evli. Sual kan onlar evli mi? Sual غير مكتوب على الشاشة. Merhaba Analia. İyiyim, sen nasılsın? قلت سؤال كان onlar evli mi? هل هم متزوجون؟ Evet onlar evli. Sen İngiliz değil misin? Sen İngiliz değil misin? Yani هل أنت إنجليزي؟ Evet, İngiliz değilim. Rusum. نعم أنا لست إنجليزي، أنا روسي. Rusum. Sandra. Sandra عرفتك من الصورة، ولكن قلت ربما بنت أخرى ووضع نفس الصورة. تمام.
Anladım. إذا شكون يطلع معنا ويقرأ هذه الجمل؟ Merhaba hocam. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Buyur. Ben hastaydım, bu yüzden ma kunt nahzar معاكم, كنت مريضة شوية. أنا أيضا ما كنت نعمل اللايف، يعني كان عندي ظروف شخصية فالتقينا في نفس اليوم. طيب Nasılsın? اتفضلي. İyiyim. Sen bugün yorgun musun? Hayır, yorgun değilim. Aç mısınız? Evet, çok açız. Neredesiniz? İstanbul'dayız. Evet, onlar evli. Sen İngiliz değil misin? Evet, İngiliz değilim, Rusum. Harikasın. Bir dakika. Tamam. Hana anna sıfatlar. Anna çalışkan, ciddi, yavaş, sessiz, komik, düzenli, hızlı, dikkatli, sosyal ve ahire eğlenceli. Evet. Hana anna fil cedvel ben ve anna Aylin. İza Tamam. tıkadır tıhli معنا التمرين. تصرفي هذه الصفات مع بان وآيلين. نبدأ بجدي الساعة. جدي نقولو. تشالشكان، عندنا تشالشكان. تشالشكان بيرميورم. لاحقة الضمير بان شنو هي؟ Çalışkan im Çalışkanım. çalışkanım gülü Nım. çalışkanım Nım. Nım. im evet. Nım. Aylin hada isim mulla İsim bint. Aylin. çalışkansın. La. Aylin. Çalışkan. Yani tıpkı nefsha. هي يعني او Anladım. باللغة التركية الضمير Ciddi. او ليس لديه. Evet. Ciddi. Ciddiyim. Ciddi. Evet. Yavaş. Yavaşım. Yavaş. Peki. Sessiz. Sessizim. Sessiz. Komik. Harikasın. Komikim. Komik. Düzenli, düzenliyim. La, bir dakika bir dakika. Komik. Anne kemlet harf K, tamam? Aha. Li huwa ahad ahruf ketchup. Mazal ma Stick. darasnah. Kaçak. Ketchup o leysa fi stikçe şahab. Mazal ma darasnah. Komijim. Komim. Komim. Komijim. Hadi K, K تتحول إلى يوم مشاقة. تمام كوميك كوميم الحصة القادمة كوميك الحصة القادمة إن شاء الله راح نتكلموا على الكاتشب. تمام ديزانلي ديزانليم ديزانلي هزلي هزلي هزليم هزلي ديكاتلي ديكاتليم ديكاتلي سوسيال سوسياليم سوسيال ايلانجليم ايلانجلي جيد، ممكن ترجمة؟ تشاليشكان مجتهد إيه؟ جدي جدي يعني على حق كيف نقولوها نفس هي جديم باللغة راني العربية. ايه بالعربية هي اللي نحبس عليها نفسها. جديم يعني راني متأكد جدي. أنا جدي. لا، مش متأكد. متأكد إيمينيم. امينيم جدي جدي مثلا جدي نفسها ما عرفتش نفسها جدي جدي نفسها باللغة اوكي العربية. تمام ايه يافاش يافاش ببطء بطيء بطيء. سيستيز بدون صوت صامت كوميك ايه ولهذا. كوميك اها ديزاينلي منتظم كوميك هزلي يعني سي رسوم.
ولا بونسيون مضحك؟ ديزانلي، ديزانلي يعني منظم. هزلي، هزلي معناتها سريع. ديكاتلي منتبه. سوسيال اجتماعي، اي لانجلي الملتع، لاعب جاية من مسلي. مسلي، ممتع ولا مسلي؟ جيد، أحسنت. شكرا. هذا راح نعطيه لكم كتمرين، تمام؟ تحلوه أنتوما. عندي كلمات أوزاك، بوش، تمبال، دانك، ديكاتسيز، هزلة، سيسيز، ساكين، ساكين، جينيش، كتو، فقير، ياشلي، تيركين، أوجوز، أنامسيز، جوتسوز، كابا، جسور، زور، موتسوز. هذا التمرين طبعا راح تلقوه أيضا اللغة في على يوتيوب. راح نخليكم تحلوه في، يعني تحلوه وحدكم كل واحد، حتى نعطي لهم كامل الفرصة. تمام. قال لي مالك أيوب وين عم تقرأين؟ أنا نقرأ من الشاشة، الكلمات اللي راهي موجودة على الشاشة وأنا قريتهم على الكمبيوتر، لأنه الإعلان أخفى لي الكلمات. والكلمات اللي رام عندي هذا التمرين، ما هو هذه الكلمات اللي قريتهم الآن كلمات هما وعكسها. اللي راح، أيوة، اللي راكم رايحين تعملوا يعني كل كلمة مع الضد اللي راهم موجودين في الأسفل. اللي راهم عندي ياباش، فهالي، جوتشلو، دار، سينيرلي، جوزال، إي، تشالشكان، كوركاك، مطلو، دوزانلي، كبار، جينج، كولاي، زنجين. بدك حتى نعطيكم الصور الأخرى. دولو، önemli، konuşkan، dikkatli، yakın. تمام، هذوك الكلمات كل وحدة تركبوها مع الضد. الآن راح نعطيكم نصوص قصيرة وراح تقرأها لنا ساندرا، إذا طبعا إذا حبيتي. ساندرا برده مسن، Evet, buradayım ama النص ماهوش. النص الأول. إيه صح، هذا وين راني نشوف فيه؟ هذيك مصر ده. معليش روحي اقرأي، خلينا من الأزرق اقرأي البرتقالي. تمام. جابونيا دا ما زالر سات اوندا اتشيكتر. Birçok mağaza haftada bir gün kapalıdır. Ama bugün her zaman pazar değildir. Büyük şehirlerde sadece birkaç mağaza 24 saat açıktır. Bu mağazalar istasyonlardır. İstasyonlardadır. جيد، هاريكسن. تقدري ترجمي؟ Türkiye'de tamam. Japonya'da في الصين. Hayır. في اليابان. يابان. جابون، في اليابان المازالر كيف نقولوا لي بوتيك بالعربية، لماذا المحلات؟ المحلات تغلق على الساعة، تفتح على الساعة 10. بكات بيرتشوك مازا هافتادا بيجون كابالدر. كاين بزاف محلات في الأسبوع يكونوا مغلقين. أما بيجون أهلا. هير زمان بازار ديل دير. أما لكن في كل وقت كاين الأسواق مفتوحة. بيوك شهير لاردة سادجي بكاتش مازالار 24 ساعة تشيكتر. في المدن الكبيرة فقط يوجد المحلات فاتحة 24 ساعة، يعني فاتحة 24 ساعة على 24 ساعة. Peki بوم. بالنسبة birçok mağaza haftada bir gün kapalıdır ama bugün her zaman pazar değildir. Ama bugün Ne her manası? zaman, lakin اليوم
في كل وقت البازار يعني بازار هنا ما تعنيش سبت، لا، بازار الأحد. بمعنى السوق، سوق سوق. ها أنا ثاني قلت سوق بعد السبت هو بازار تسي، بازار تسي. بازار تسي أبد ديلدر، بداكا حتى بداكا السوق يكون ما اما كانش. بوغن هاج زمان بازار ديلدر، اه بمعنى السوق. بوما زالار استاسيونلار دادر، استاسيونلار دادر، استاسيونلار دادر بالمام بكلمة، استاسيون ألم يرم بكلمة، استاسيون يعني استاسيون محطات، ايه محطة محطات. أوكي اه. استاسيون لارددر في المحطات. أها. قالك بو ما زالار استاسيون استاسيون لارددر، ما معناها؟ هذو المحلات يشدوا يكونوا في المحطات. جيد، ممتاز. تو تي النص دير الآخر ما بدك، زالا، بدك لأنه صورتك راهي اي هكذا. تركي دي ما زالار جيني ليك لي دوكوز دا اتشيكتر كابال لي كابال لي جينيليكلي جين جينيليكلي جي جي جيني ليك لي جيني ليك لي دوكوز دا اتشيكتر كابال لي جون يوكتر هافتا سونو ما زالار تشوك كالابالكتر بيوك شهير لارده تشوك سايدا اليش بريش مركزي واردر، جيد، يعني ترجمة. تركيا ما زالار جينيليكلي دوكوز دا اتشيكتر. في تركيا عامة يعني جينيرالمون اللي يكونوا المحلات مفتوحين على الساعة 9، ها كابالي جون يوكتر ما كانش يوم فيه مغلوق. ها هافتا شنو ما زالار تشوكالا بالكتر، في آخر الأسبوع في نهاية الأسبوع راح المحلات يكونوا مزدحمين كالا بالكتر جيد، ازدحام. بيوك شهي لاردة تشوك سايدا في المدن الكبرى تشوك سايدا أليش بريش مركزي فاردر سايدا ندمك. يعني يوجد عدد كبير. يوجد عدد بيوك كبير من من التسوق، مراكز التسوق فقط، يوجد الكثير من جيد، مراكز أحسنت. التسوق. يوجد العديد أو الكثير من مراكز التسوق، أحسنت، أبد برافو، تشكرت. رجعي ديري جابونيا دا مغازالار ساعات اون دا اون دا دا اتشكتير بير تشوك مغازا هافتا دا بير جون كابالا دير اما بوغون هار زمان بازار ديل دير بيوك شهير لاردا سادجا بير كاتش مغازا يرمي دور ساعات اشكتير بو مغازالار استاسيون لاردا دير. بكي، تشكر ديرم، ولكن راح رجاء نصحح لك بعض الأخطاء. تمام، تمام. هنا يعني بالنسبة ليوم وشاقي، يعني إذا حبيت أنك تلفظها أو لا تلفظها هذا يعني رأيك الشخصي، لأنه أنت لفظتها على حسب القواعد في اللغة التركية فهذا صحيح، ولكن ما هناك بعض يزال الكلمات ما زالار. ما زالار هنا تفضل أنك تقرأها أو لا تقرأها، أنت حتى ولو قرأتها فهي صحيحة قواعديا، لأنه تمام. قبلها حرف صوتي ثقيل، ولكن عندك مثلا الخطأ في صوت، قلت الخطأ كان في صوت، ما نقولوش ساعات. عنده أتشكتر أتشكتر، وركز بزاف على التوافق الصوتي أو الأحرف الصوتية. أتشكتر بيتشوك، هنا ملاحظة أيضا لكساندرا، بيتشوك وليس بير تشوك، هنا حتى تسهلي أو تسهلوا على أنفسكم النطق. نعاود نقرأها لكم كامل من البداية. تمام، جابونيا دا ما زالار سات أوندا أتشكتر بيتشوك ما زا هافتدا bir gün kapalıdır ama bugün her zaman pazar değildir. Büyük şehirlerde sadece birkaç mağaza
24 saat açıktır. Bu mağazalar istasyonlardadır. إذا حبيت مالك أيوب تطلع معنا وتقرأ النص الثاني. ما دارسين؟ Türkiye'de mağazalar genellikle 9'da açıktır. Kapalı gün yoktur. Hafta sonu mağazalar çok kalabalıktır. Büyük şehirlerde çok sayıda alışveriş merkezi vardır. جيد، ولكن مالك أيوب مثل ما قلت ركز على الأحرف الصوتية، نقول أتشكتر تمام. كالابالكتر وليس تير، تمام؟ تر تمام. ممكن تعاودها؟ تركيا'da mağazalar genellikle 9'da açıktır. Kapalı gün أتشكتر yoktur. تير، بir dakika أتشكتر. Açıktır. Kapalı Değil. gün yoktur. Kapalı. Hafta sonu mağazalar afwan. Kapalı. 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 Kapalı ve leyse kapalı. 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 Gün yoktur. Hafta sonu mağazalar çok kalabalıktır. 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 Değil. Büyük şehirlerde çok sayıda alışveriş merkezi vardır. Cahit, harikasın. Teşekkür ederiz. Rica ederim. إذا كان هذا هو درسنا اليوم، يعني خفيف ظريف فقط، حتى ما كنتش مجدت له بزاف مثل ما قلت لكم، كان عندي ظروف شخصية. فالحصة القادمة إن شاء الله راح نشوفه أشياء أكثر. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم منه. نلتقي في الحصة القادمة يوم السبت إن شاء الله.